مساكن فلانية، مكاتب الاستقدام كثير، كل يوم نشوف اعلان، كل يوم. اليوم انا لما ابغى استقدم اروح لمن؟ اليوم ما قصروا، مساند حاطين لك في الويب سايت حقهم تقييم الى المكتب، تقدر تشوف المكتب هذا تقييمه ومن هو اللي حاط التقييم. العملاء اللي جربوهم وتعاملوا معاهم. اليوم انا موجود بمكتب عالم الشرق للاستقدام. قبل ما نتكلم عن الدول اللي يستقدموا منها، خلينا نشوف تقييمهم في مساند. دخلنا على مساند مكتب عالم الشرق للاستقدام، هذا التقييم حقهم 4.2 من 5. طبعا شوفوا كيف هنا كل التقييمات اللي موجودة. تجاوب المكتب على الاستفسارات 5 نجوم يا حبيبي، هذا شيء مهم. أبو حيدر مساء الخير، يعطيك العافية. أهلا، مساء النور. اليوم لو نبغى نقول شنو أكثر شيء يميز عالم الشرق؟ تقدر تقول نحن متواجدين 24 ساعة مع العميل، أي وقت العميل يكلمنا احنا نرد عليه ونساعده، ويعني في عملاء حتى الفجر يكلمونا، جابوا عاملاتهم الفجر اوكي استلمناهم وخلصنا امورهم ولا عندنا مشكله. ما شاء الله. الشيء الثاني عندنا مندوبين موظفين تابع المكتب في معظم الدول اللي نستخدم منها، يتابعوا فقط معاملات عالم الشرق، هم اللي يقابلوا العاملات، يقابلوا العاملات، يخلصوا اجراءات العاملات، يتابعوا مع المكتب الخارجي. هذا اللي يميزكم في سرعة الإنجاز. اي نعم صحيح. جميل. حاليا ابو حيدر شنو الدول اللي تستخدمون منها؟ حاليا 5 دول، او خلينا نقول 6 دول. الفلبين طبعا في المقدمة، كينيا، بنغلاديش، سريلانكا، مؤخرا اثيوبيا، وصلت اول دفعاتنا قبل 3 اسابيع تقريبا من اول مكاتب في المنطقة. وصلت دفعتنا من الاثيوبيا. ما شاء الله. عندنا باكستان برضو، بس باكستان قليله. جميل. ابو حيدر انا متعود بكل تغطيه اقدم عرض ميزه الى المتابعين. حياك الله محمد. واحنا بنعطيكم عرض، عرض جدا ممتاز، واعتقد في عالم الاستخدام الناس اللي تستخدم هذا العرض واجد مهم. حلو. التامين على العامله 24 شهر، يعني سنتين. أوكي. الآن في تأمين على العاملة من شركات التأمين التعاونية وكذا وغيره. هذا التأمين احنا بمناسبة العيد وبمناسبة ان انت مشاركنا اليوم يا الله يسلمك، راح يتحمله المكتب. هدف متى يحتاج الشخص؟ يحتاج الشخص بعد ما توصل العاملة. أوكي. بعد 3 شهور فترة التجربة ضمان المكتب، يمتد التأمين بعد 3 شهور إلين سنتين. فرفض عمل، رفض عمل، هروب، حالات الإصابة أو الوفاة لا سمح الله، يتكلفوا يتحمل هذا راح تتحملوا التأمين أنتم. إن شاء الله استمتعتم معنا بالتغطية. بعد السنابة هذه راح أحط لكم أسعار الاستقدام، صور لكم المكتب من الخارج وحط لكم وسائل التواصل معهم. بصراحة يا جماعة المكتب كده. وهذا موقع عالم الشرق للاستقدام، موجود بالقطيف حي الشاطي، هذا شارع عبد الله بن الحارث، هناك يصير القطيف سيتي مول، بعدها يصير على يدكم اليمين مقابل البنك الفرنسي مباشره.